وبعد ما اعترفت له بحبها إله إجا فاجأة. لك مين إجانا كمان هلأ؟ يا ربي مين إجا كرمال الله؟ سمعوا؟ لا تكون عمو عصمت، معقول جاي تنتقم مني؟ شو سمعوا؟ مو مشكلة، أنا رح أخذ حذري منها. ييه، كل المجانين بيجوا بيزوروني أنا. إيه لأ؟ هاي فتون، كيفك أنت؟ شو أخبارك؟ أهلين وسهلين. صاير شي معكم؟ نوب، جينا نشوف سمعوا بس. إجيتوا سوا؟ يعني ما بيصير؟ بلا طبعا بيصير، بس تفاجأت. مو مشكلة، بس شكلك المتحدث الرسمية باسم عائلة تيكين جان لهلأ ما طلع صوته. فتون، نحن جايين لحتى نشوف سمعه، مو ضروري ناخد موعد. وين عصمت بيك؟ قلعتها. عن جد قلعتيها؟ والله قلعتها. حلو، ما قصرتي. جان وصلت معي لهون، يعني هي المخلوقة زودتها كتير، بتحسها معنا بالدنيا وكأنه لحالها عايشة بعالم تاني، ولسه كل شوي والتانية بتقلي تركي للولد وإذا بكي بيهدى. والله عملتي عين العقل وريحتي لي قلبي على الآخر، برافو فتون. عن جد مجنونة مجنونة، وشها كمان بخوف. ايه ايه. بعدين شو هالفزلكات تبعها؟ لا تلمس الولد ولا تحكي بالموبايل قدامه. ايه ايه. ما بدنا نشوف سمعه؟ ايه سمعوا جوا، أنا رح أحضر لكم الشاي، تفضلوا. خلونا هلأ نلعب لعبة الضيوف ونمثل على بعض. أحلى سمعوا. كيفك يا أزعر؟ شايفة؟ شايفة رفيف ما أحلى؟ يدخيل عينه أنا. شايفة شلون عم يضحك لي؟ هاد رد فعل لا إرادي. ما فهمت، عفواً؟ أنا عم أقول إنه رد فعل لا إرادي. لا ما له رد فعل لا إرادي فتون، مبين إنه عم يضحك بوشي. شو لا تكوني غيرت؟ وليش بدي غير منك؟ ولك هي كيف حامل؟ لك بعد ما حملت صارت أرشق بكتير. لو أنا حامل بأول شهر كان بيزيد وزني 1000 كيلو. وين العدل يا الله؟ إيه مو سمنان فيه يا شي بنوب؟ فتون قلتي شي؟ أنا؟ معقول حكيت من دون ما انتبه بصوت عالي؟ لك عم قول أنتي ناسبك الحمل كتير ما شاء الله، يعني ليزا لما كانت حامل كانت متورمة مثل البالون، بس أنتي لا. والله يا فتون ممكن أتغير لبعدين وأتورم. يلا إن شاء الله. عفوا شو قلتي؟ عم قول إن شاء الله تقومي بالسلامة رفيف.